السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا الزيتون الأسود، هيدا عنا زيتون أسود بلدي من عنا من لبنان، وفي زيتون أسود كتير طيب اللي هو طبعا في زيتون الفلسطيني طيب. في نحنا اللي كنا أكتر شي معودين على الزيتون الإدلبي اللي هو السوري، معودين على الزيتون البلدي والزيتون الإدلبي، اثنين طيبين، بس حبة الزيتون الإدلبي أكبر شوي من الزيتون اللبناني البلدي. اليوم شو بدنا نعمل؟ اليوم بدنا نكبس الزيتون الأسود هيدا اللي شفناه. أول عمل بنعمله نحن بنغسل الزيتون كتير منيح بالمي عدة مرات تتصير الحبة نظيفة نظيفة. بس تصير الحبة نظيفة بنقعه بالمي مدة 24 ساعة، أنا بنقعه 24 ساعة وبغير ميته 4-5 مرات. بعدين بصفي المي منه بشيلها وبحط له ملح خشن مثل ما هلا هيك شايفين، حاطه انا ملح خشن. هيدا الملح ضل عليه وحركه كل شوي مده ثلاث ايام حركهم هن وبالملح. هلا الملح الخشن شفنا كيف هو حطه بهالشكل، هيدا الملح الخشن. الملح الناعم ما بنحطه لانه فيه كربونات، كربونات بتهري الماده. هلا انا اللي نقعتهم بالمي، بس بالمي بدون ملح، شايفينه هيك، شفنا منظر المحلي سبحان الله. في حبة الزيتون قد ايه سوداء، كيف بتكون خضرة بالاول. طيب هلا هيدول بلا ملح بعدهم، شو بدي اعمل انا؟ بدي احط لهم ملح، بس هيدول ما في يحطوا لهم ملح لانه في اخت من اخواتي هلا الله يشفيها ويعافيها مريضه ما فيها تاكل ملح ابدا، بدي اعمل لها خلي لها هدول بلا ملح. ونحن حنكبس طبعا، كبست انا غيرهم بس هيدول اللي عم افرجيكم اياهم. طيب شو بدنا نحن نحتاج مع الماده الاخرى اللي حنحطها مع الزيتون؟ هي شرائح الحامض مثل ما انكم شايفين، شرائح الحامض ورون حر، هيدي فلفله حره. هلا في ناس بيفرموا الفلفله الحره، الفلفل الحر، وبيحطوه معهم، نحن لانه ما بنحب الحر فما حافرمهم، حخليهم بس مزينين ومفيدين طبعا لانه بيمنعوا الزيتون يدوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بدي احط بالمرتبين شويه زيتون، شوي بسم الله. كمان بنحط بعد شوي. هلا شو بعمل؟ بميلها على فرد جهه، الوعاء بميله على فرد جهه وبدخل شريحه الحامض. بسم الله شفنا؟ كمان جهه ثانيه بميلها شوي وبدخل شريحه حامض ثاني. بسم الله هيك، كمان بحط وحده من جهه مقابله. بسم الله كمان كل جهه بنحط لها وحده. هلا بدي احط الحر. هلا الحر كيف بدي ادخله انا؟ بدي شقه شوي، شقه شوي بالسكين شوي صغيرة وبدخله لجوا، وسع له لينزل. حط له من جهة كمان ثانية، عفوا هي قرن، كمان بشقه شوي بالسكين. بندخله من هالجهة، شريحة الحامض. هلا كمل ملي المرتبة. هلا اللي بيحبوا ينقعوه كتير ويغيروا له مي كتير، هيدي الشغلة أنا ما بعمل عليه لأنه بدي أحتفظ
بالمرورة شوي تعطيني طعم الزيتون. أنا ما بدي أتخلى عن نكهة الزيتون، خليه بسم الله. كمان نحط له شوية زيتون. نحط له شوية حامض. هون هيك. كمان واحدة تانية من هون. نزركها. زفينا تحت كمان. نحط وحدة. بسم الله. هيك صار بيكفي. شفنا؟ شفنا هلا كيف صار؟ هلا بدي احط فيه مي. حط مي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا وجهه تمام. خلي العنق. هلا العنق شو بعمل فيه؟ بمليه لفوق زيت، زيت زيتون طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مليناه زيت زيتون. ليه حطيت زيت زيتون انا؟ الزيت عادة بيعمل عازل بين المادة والفراغ حتى ما يصير فيه هواء ويصير عفن. هلا هيك هلا هيدا خلصناه نحن. جيب الغطا تاعه. بسم الله. ها هي الغطا وهي انهيناه. هيك هيدا بده شهر بنصير فينا ناكل منه. طبعا قبل الشهر بنصير ندوق بين اليوم واليوم، بين فتره والثانيه بنصير ندوق اذا حلي او ما حلي بعد. وهيك مثل ما شفتوا هيدي عمليتنا خلصت بكل سهوله. بنغسله منيح، بننقعه 24 ساعه او 48 ساعه حسب ما بتحبوا وتغيروا ميته. بترجعوا بتصفوه من المي وبتحطوا له ملح لكل كيلو 3 ملاعق طعام ملح خشن. بتخلوه بالملح الخشن مدة 3 أيام. 3 أيام بالملح الخشن، بعدين بتكسوه مثل ما أنا عملت بأوعية زجاجية مع شرحات الحامض ومع قرون الحر، وبعدين بنغمره بالمي وطبقة زيت زيتون على الوجه اللي هي العازل تمنعه من التعفن. طيب هلا هيدي نحن خلصنا هالموسم الزيتون، وكل سنة وأنت بخير. وأنا وعدت من وحده من المتابعات بدها زيتون مكبوس بالزيت، ان شاء الله لاقي لها زيتون اخضر ونعمله مكبوس بالزيت ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير بالنسبه لموسم الزيتون، وان شاء الله بتجيكم مواسم كلها خير وبركه وامن وامان وصلح بين الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.